الدرب الساعي هذا العام مميز بوجود أكثر دول العالم مروا على هذا المكان وشافوا الموروث الشعبي القديم، فكان كله في مكان واحد في درب الساعي، من إبل ومن بيوت شعر ومن أشياء قديمة أو موروث قديم ما يعرفون الأجانب اللي جايين حضور مونديال كأس العالم، وكذلك أولادنا الصغار اللي ما يعرفون الموروث الشعبي.